شوبينج صار أحياناً على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بسلر. عم نطلع عليكم يومياً لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بسلر على 01-44-55-55، وأهم شيء إنه بيوصل الغرض لعندكم معقم 100% ومن دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا بدنا نمرن عضلاتنا ونعمل شوية سبور ومش عم نقدر نظهر من البيت خاصة هلأ، فينا نحط هالآيرون جيم عنا بالبيت، منركبها على الباب وتركيبها وفكها ولا أسهل، بده ثواني يعني فينا ننقلها ساعة اللي بدنا بكتير سهولة. فينا نستعملها كبار فيكس وفينا نمرن عضلات إيدينا وعضلات المعدة، كما فينا نمرن عضلات الإجرين. كمان آيرون جيم كتير براتيك وما بتاخد محل، فيكن تحصلوا عليها ب 58,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55. بوشان لوك مثل ما اسمها بيدل، مقلق لنحطها على الحيط ونكبسها. هي تعليقة كتير قوية بتحمل لحدود 5 كيلو وبتتركب على الحيط، على البلاط، على الخشب، على الإزاز وحتى على إزاز المبرغل. ما بقى في زوم نفخط الحيطان، تغنينا عن المقدح، تركيبها سهل، ما إلا أن ننظف الحيط ونحطها ونكبسها، نسمع طقة وبتصير جاهزة. فينا نعلق فيها تياب، شنط، سلم البيت، وبدل ما نفخط الحيط تنعلق بوزريعة فينا نستعمل بوشان لوك. فينا ننقلها بالبيت من غرفة لغرفة بلا ما ننزع الأساس، كتير متينة ومكفولة مدى الحياة. فيكن تحصلوا على ست من 8 تعليق بسعر 46,000 ليرة بس، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55. في كتير أوقات بيصير عنا أوجاع بالمفاصل أو حتى بيصير في أصوات بالمفصل لأنه بيكون الغضروف منشف. الحل هو ريفلكس كريم لكل الناس يلي بيعانوا من مرض التكلس، النشاف بالعمود الفقري، الظهر أو الرقبة. الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، صبير ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاء ورياحة بالمفصل وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. لكل يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. قبل ما تجربوا كل الحلول جربوا ريفلكس كريم لأنه طبيعي 100%. هالمستحضر فيكن تحصلوا عليه ب 68,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55. إذا شعرنا فريزي وعم بعذبنا تنملسو أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق، ستريت برو الجديد الأصلية هي الحل. على الكهرباء، مكفولة ومصنوعة من أجود أنواع السيراميك، مزودة بإنفراريد وبتحمى كتير بسرعة، وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا. أكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه هالستريت برو الجديدة بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. أكيد مكفولة لمدة سنة، فيكن تحصلوا عليها ب 58,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55. في كتير ناس بحبوا يخبزوا خبزاتهم بالبيت وبطريقة هينة وسريعة. هالساج ميكر مصنوع من مواد ما بتلزق أبداً، فينا نعمل عليه مش بس خبز، فينا نحضر مناقيش زعتر، جبنة، لحمة بعجين وحيلا شي بيخطر عبالنا بده فرن. إجمالاً تنعمل خبز بالفرن بدنا فرن بتوصل حرارته لل 900 درجة، وهيدا شي مش وارد بالبيت إلا مع هالساج ميكر. فينا نعمل كل أنواع الخبز ومشتقاته عليه بطريقة صحية وكتير سريعة، وزنه خفيف وفينا ننقله وين ما بدنا ومصروفه كتير قليل نسبة لسرعته. أكيد مكفول وفيكن تحصلوا عليه ب 138,000 ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55.
كوكينج بوك الأصل شكله مثل المجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بولز بأربع ألوان مختلفة، وكل لون فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك ولكل أنواع الفريدومير، والأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل الروتي. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يوقع على الأرض وقد ما نشد عليه، مصنوع من بولي بروبيلان وبتحصلوا عليه ب 35 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان في ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. بدل ما نستعمل المقلة التقليدية اللي ممكن تلزق وتتجروح بالتنظيف، صار فينا نستعمل هال 5 مينت شيف. هالطنجرة هي على الكهرباء وقدرة تعملنا يلي بدنا اياه بخمس دقايق بس. فينا نقلي او نشوي فيها، فينا نطبخ لحمة او دجاج، اوملات وجبنة، خضرة وشو ما بيخطر عبالنا. كما فينا نعمل فيها حلو حيالا نوع باي او كيك، واهم شغلة فيها انها كتير سريعة وما بتلزق وبتستعمل على الميلتين، تنظيفها ولا اسهل. فيكن تحصلوا عليها ب 78 ألف ليرة بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقة، ومنذكر إنه كل الأغراض اللي بيوصلوا لكم بيكونوا معقمين 100%. تابعونا دايماً على MTV.